تاع البطاطا. نعم. السوفلي تاع البطاطا راه سهل بزاف بزاف، وانا نستعمله في داري كعشاء يكون خفيف ويكون سهل. نعم. هي السوفلي تاع البطاطا شديري تجيبي البطاطا تاعك. نعم نعم. البطاطا تاعك ديري قد كل واحدة والأفراد العائلة تاعها، ملح تقشري البطاطا تاعك وديري لها ملح وحرور. نهار تقشري البطاطا تاعك تغليها بشوية ملح، من بعد كي تتغلى البطاطا تاعك تنحيها ومن بعد تهرسيها وهي سخونة باش ما تديلكش هذيك تطلق لك هذيك البطاطا الغلوتين. صح. تكون سخونه وتهرسيها. صح. فيما يخص يعني كيفاش نهرسوا البطاطا، السيدات ربما كاين اللي تكره هذيك الاله باش تبعد الاله اليدويه، واذا استعملتي كذلك الميكسر تخرج لك الغلوتين يطلق. صح. هذا انا نستعمل هذيك المغرف تاع البطاطا، هذيك سهله وبسيطه اللي تهرس البطاطا. وانا نعطيهم نصيحه ربما واحده اخرى، ربما تستعمل الباتر كاحسن حل، الضرب الكهربائي كاحسن حل يعني في باش نمرسوا هذه البطاطا وهي سخونه كما ذكرتي، مباشره نصفوها يعني من الماء ونفوتوها في الخلاص. المهم كي ندير نهرسوها نزيدوا لها الحرور، رانا درنا الملح نزيد الأخت الذوق. صح. بالملح. نعم. تزيدي لها مغرف سبتة وفنجال حليب دافئ، راه يتخلط هما الأخت، ما قلناش المكونات بالترتيب قبل. لا خلاص قلتي لهم نغلوا البطاطا مع الملح ومن بعد نمرسوها ونزيدوا لها الحرور والزبدة والحليب. والحليب. نعم. من بعد نجيبوا البيض نزيدوا كي شوية تبرد البطاطا شن نزيدوا لها، نزيدوا لها صفار البيض. والبياض نديرو على جنب. نعم. كي نديرو البياض على جنب نخلطو الصفار، نزيدو نطلعو البياض البيض بالباتير، ومن بعد نبداو ببطء نزيدو على البطاطا. ببطء نزيدو على البطاطا كأنها دير مادلين ماشي باغي غير تكسر البياض. رانا نخلطوه بشوية 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 ترجع شوية سائلة، ماشي سائلة بزاف كأنها عجينة كيك. من بعد شنديرو نجيبو البلا تاعنا ندهنوه بالزبده وندهنوه مليح، نزيدو له نديرو له بلا شابلور باش ننحو البطاطا ما تلصقش البطاطا بلا شابلور. نعم. من بعد نسووها كاع في السنيوه. طيب. ومن بعد شنجيبو نجيبو شويه بيضه نخليناه كنا دايرينه على جهه نديرو كاع فوق البطاطا ونزيدو نديرو عليه لا شابليغ باش تجينا هذيك القرمشه. يعني صفى البيض دخلتيه في البطاطا. مع البطاطا والبياض كذلك طلعتيه وعاودتي يعني دخلتيه باش تعطيها الصفار يعطيها التماسك تاع البطاطا. صح. اما البياض فيعطيها نفخان شفت تنفخ. صح صح صح. تجي خفيفه تضاعف تضاعف الحجم تاعها في نفس الوقت تجي متماسكه بصح خفيفه. نعم. يعني نزيدو نطلو لها الوجه بال. صح. ولا الاخت كل اخت ولا شغل ما بغات الطريقه تاعها، انا ما بغاتش دير البلاشابليغ ديرها بالجبن. انا مرات نديرها بالجبن مرات نديرها مقرمشه بالبيض ولاشابليغ. من بعد ندخلوها للفرن مابا 21 دقيقه مع الحواف تشوفها بدات تصفار. صح. تصفار في الفرن نعاود نشعلوه للفوق وراهي حضرت عشاء خفيف وسهل. صح. وفي واسهل يعني هنا ما تقلي ما فيهاش تعب. انا راني ايفيتي القليان بزاف خاطر القليان راه مضر للصحه انساني. صح. اكيد اكيد. واحد يحافظ على صحته يعني في نفس الوقت. صح. شغل كي ديري في الفرن كي تربحي وقت تروحي تقضي حاجتك. نعم. بلاصه السيده سطا البطاطا ربما تعودنا اذا درناها كمرسناها مباشره نديروها معقود نقلوها، ولكن هذا راه ولكن كاين وصفات عندي بزاف بزاف تاع البطاطا وشابين ويخرجوا شابين مره مره كل مره ان شاء الله كل مره نعطوهم. شكرا لك سيده سطا. الاخرى وهو خبز افغاني شباب بزاف. وهو الخبز هذا فيه زوج كيسان تاع فارينة. نعم. ثلاث مغارف تاع سكر، مغرفة صغيرة خبز خميرة كيماوية، مغرفة كبيرة غير مملوءة تاع خميرة. نعم. مغرفة صغيرة ملح، زوج حبات بيض، زوج مغارف زيت، وتتلم بالحليب. شي سهل بزاف ما فيش مكونات مكونات بسرعة في البيت. نعم. فيها زوج كيسان فارينة، ثلاث مغارف سكر، مغرفة صغيرة خميرة كيماوية، مغرفة كبيرة
غير مملوءه خميره، خميره تاع الخبز، مغرف صغيره ملح، زوج مغارف تاع بيض، زوج مغارف زيت، وتلمهم بالحليب والزبده. من بعد بطريقه التحضير ونحتاجوا الزبده. شنو نديروا؟ نشدوا الزوج مغارف، زوج كيسان تاع فارينه، نسيحوهم ونحطوهم في البوله. شنو نديروا؟ نزيدوا معاهم مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه صغيره تاع خميره كيماويه، مغرفه كبيره غير مملوءه تاع خميره الخبز، الملح، ونديروهم ونخلطوا مليح مليح هذو المكونات. ومن بعد نديروا حفره في الوسط. شنو نزيدوا لها؟ نزيدوا لها، نزيدوا لها نبسوها بزوج مغارف تاع الزيت باش يجي ناطري. طيب من بعد نديروا حفره، نزيدوا عليها زوج حبات بيض، نكونوا خلطناهم على جهه، فرغوهم في الحفره، ونزيدوا نبداو زوج حبات بيض. لانك ذكرتي زوج مغارف بيض، انا زوج مغارف زيت صح، وزوج حبات بيض. لان قلتي انا مقدار فقط مغرف، ما ندوش الحبه كامله، ولكن لا صح، نلموها بالبيض تكون لها شغلها قيمه غذائيه كبيره. صح، نلموها بالحليب، هذوك زوج حبات بيض ما يلموهمش، نزيدو نكملوهم بالحليب. الحليب نعم. ومن بعد نخلوهم، نديروهم على جهه، نديروا العجينه ندهنوها بالزيت. نعم. ونخلوها تخمر على جنب. كي خلوها تخمر، من بعد كي نشوفوها تضاعف الحجم تاعها، نجبدوها ونديروها بولات حبات حبات صغار. صح. تكون حبه كيما حبه تاع المدارينه، كيما حبه البيض، حبه البيض. نخلوها على جنب 10 دقائق ولا، نعاودوها تريح. من بعد نشدو طاولة العمل، نفتحوها بشوية زبدة وزيت، مخلط زبدة وزيت. نبدأ نفتحو فيها كل حبة تاع مسمن، نفتحوها كاع على الحواف، كاع على الطاولة، ندهنوها كاع بالزبدة والزيت ونروروها. صح. واللي عندنا حربوش، حربوش مورق بالزبدة. نعم. نشدوا هذاك الحربوش، نشدوا الآلة هذيك اللي نقطعوا بها البيتزا، ولما الأخت ما عندهاش الآلة هذيك اللي نقطعوا بها البيتزا، نجيب تجيب خدمي وتقطع هذاك الحربوش في الوسط. صح. رانا جهة راهي حواف طبقات طبقات. نعم. وجهة راهي مع عجينة. نعم. نشدوا على جنب، نبداو ندوروا كل حلزون. العجينة كل حلزون، والتوراق هذاك نديروه على برا. نعم. نديروش على الداخل. رانا نديرو له، ونخلو هذيك تاع الحلزون، كي نديرو حبة حلزون نحطوها على جهة. صح. في السنيوة نخلوها تعاود تخمر. اي دي بداية الخمارة شان نجيبو، نشوبو شوية زبدة ونبانسوها بشوية بزبدة باش تحمر. صح. ونخلوها تخمر، كي تشوف الأخت ما نخلوهاش تخمر بزاف، خطر راهي تخمرت بزاف. نعم. من با واحد العشرة دقائق ولا تبدأ كيما في هذا الفصل على السخانة، اي شوية تبدأ الخرم، ندخلوها الفرن. صح. الفرن نهضروا على الفرن، الفرن تكون سخون بزاف بزاف، كاع المخبوزات تاع الخمائر يكون سخون بزاف بزاف، مثلا نديروا 200 درجة. من بعد كي نفتحوا الفرن، راهي راه درجة الحرارة راهي تنخفض. صح. ندخلوا السنيوة ونقارعوا شوية، ما نبقى واحد السامينيت، أقل من السامينيت، ونقصوا باش درجة الحرارة، أنا كي دخلنا السنيوة درجة الحرارة تهبط. صح. نعاودوا نخلوها تطلع درجة الحرارة، ونهفوا الفرن 180 درجة. في العجينة المخمرة. هذا السر كما قلتي في كل المخبوزات، باش تجيها طرية. صح، هذا السر. ربما الكثير من السيدات ما تعرفوش، ما طلعت ليش. يعني طلعت وعاودتها ولا ما تجيكش طرية ولا. صح. هذه العوامل اللي تخلي المخبوزات تاع العجينة المخمرة باش تكون طرية. صح. صح. كي تخرجها الأخت تغطيها بقطعة قماش تكون نادية، باش تعطيها، تزيد لها تعطيها الطراوه. هذيك شغل الندى، شغل يعطيها الطراوه. صح. وما تقلحش يعني من البلاح حتى تبرد شويه. يتلا مام الخمائر ولا الماتلين ولا الاخت، تخليه شويه في السنيوه، خطر راه هو في شغل، في راه طالع، راه كي تهبط كانها وضعت لها صاعقه. صح. صدمه يهبط. صدمه. نعم. اذا كان هذا الخبز الافغاني.